ازيك يا عمر؟ الحمد لله. عمر انت موجود معايا دلوقتي في غرفه العلوم، غرفه العلوم دي اللي بنكتشف فيها انت انسان ذكي ولا انسان غبي. انت شايف نفسك ايه، ذكي ولا غبي؟ ممكن اكون ذكي وممكن اكون غبي. يعني احكي لي موقف حصل في حياتك قلت ايه يا عمر الغباء ده، ليه عملت كده؟ مره سقطت في الامتحانات وماما كانت بتقول لي ماده ايه اللي انت سقطت فيها؟ الانجليزي. واي يو دونت انجلش؟ لا احنا بص ما بناخدش الحاجات الكبيره دي، يعني احنا لسه ما خدناش الحاجات دي. اوكي يا عمر، هسالك اسئله من الاغاني واديك ثلاث اختيارات، حاول تختار واحده منهم. اوكي يلا. طيب الاغنيه بتقول اللي له قرش ما بينامش، ما بالك بقى باللي مخبيه ولا عليه ولا ناري 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 ناري. اوكي الاجابه صحيحه. طيب الاغنيه بتقول نزلت من البيت في المطر وما همهاش برد العربيه ولا الشتاء ولا الديب فريزر. الشتاء. الشتاء، برافو عليك. يلا يلا بسرعه، اوعى الكهرباء وبسرعه عشان الجردل هينزل وتعرف المايه بتعمل ايه مع الكهرباء. الفرفرافيرو فور بسرعه. لا 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 لا، الجردل هينزل، الجردل هينزل. خلصت ايه؟ لازم ترجع بيها تاني. قول مفيش مناقيش ما تلاقيش، قول كده. مفيش مناقيش ما تلاقيش، 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 مفيش مناقيش ما تلاقيش. بس ستوب. ايه اللي انت عملته ده؟ هو دي كانت بتكهرب جدا. ايوه ده اتشفطت من كتر الكهرباء. ارفع ايدك الاثنين لفوق، ده تحدي زغزغه، لازم تمسك نفسك. ارفع ايدك الاثنين، تحدي بيقول انك لو نزلت ايدك هتخسر. اوكي يعني لو انا عملت كده وانت عاملها كده، لو نزلت ايدك هتخسر. بس والنبي ما تزغزغناش من الحته دي عشان دي مربوط فيها. انهي واحده؟ اللي هي دي. حاضر، بس كده. اكيد 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 اكيد. لو نزلت ايدك هتخسر. ارفع ايدك. رجع شعرك لورا. خلاص.